السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استخدامات البيم كثيرة جدا ومتعددة، فلازم في الأول خالص من أول مشروع، من أول خطوة، أول خطوة في المشروع إن إحنا بنعمل الـ EIR Employer Information Requirement، إن أنا أقعد مع الملك وأشوف هو عايز يعمل إيه، وفي الآخر خالص بسلم الحاجات ديت. طيب في أول حاجة إحنا بنعملها بنقعد معاه نقول له أنت ممكن تستفاد من البيم من 1 2 3 4 5، لو انت عايز تستفاد منهم كلهم مفيش مشكله خالص، لو انت عايز تستفاد من بعضهم مفيش مشكله خالص، بس تفرق في التكلفه. فتعال نشوف انت محتاج ايه، هل انت مثلا مركز على اداره الاصول، ولا مركز على اداره التصميم، ولا مركز على بالنسبه لك الوقت هو المشكله جدا، يعني عندك ساعات تدفع فلوس اكتر بس المهم الوقت يقل، ولا عندك مشكله في التكلفه عايز توفر التكلفه، ولا عندك مشكله في الاثنين، ولا عندك مشكله في مهتم او انت بالسستينابيلتي ومهتم بالليد ومهتم بالجي اس اس ومهتم بان يبقى في استدامه في المبنى، ولا مهتم ب انفورميشن برودكشن. حسب ما انت مهتم هنبدا نشوف ايه الحاجات اللي مناسبه ليك، ونقدر نقول ان البيم هيفيدك في 1 2 3 4 5. ومثلا ممكن يكون الراجل المالك عايز بس ان ما يبقاش في كلاشات، هو ده الاهم حاجه بالنسبه له، ممكن بالنسبه له اهم حاجه موضوع السستينابيلتي، فهو يحدد هو عايز ايه، وعلى اساس دوت هتحدد المخرجات اللي في اخر المشروع. يعني انا ببدا من انا عارف اخر المشروع اللي انا هسلمه، يعني هو بالنسبه لي مثلا الموضوع تشغيل المبنى ده مهم جدا. خلاص يبقى من اول ما انا ببدا شغل بحدد ان انا هضيف ملفات تدي المعلومات اللي الكوبي محتاجها، يعني هو انا بدخل مثلا عنصر معين ولا ليكن الكولوم، بدخل المعلومات اللي هيحتاجها الراجل اللي هيشتغل في الفاسيلتي مانجمنت. تمام، لو انا قدرت بالظبط احدد ايه اللي انا محتاجه واللي الملك عايزه واللي هيخرج المخرجات النهائيه، ده هيوفر عليا وقت كتير جدا جدا. ببدا اشوف انا محتاج 1 2 3 4، طيب الحاجات دي ممكن تكلف مثلا قد كده، طيب خلاص يبقى احنا كده اتفقنا ايه اللي هيتم اثناء المشروع، بدل ما اشتغل وفي الاخر وفجاه ان في حاجه مش عاملين حسابنا وهتكلف اكتر، او ان احنا هنعمل ان الراجل مثلا لا انا الجزء ده انا مش عايزه بعد ما اشتغلنا فيه وبعد ما عملنا حسابنا فيه، لا هو مش محتاجه. يعني ممكن يكون هو محتاج بس ايه حاجة منظر بس عشان يعرف يبيعها. تمام، فلو قعدت بقى داخل تفاصيل، لا انا بعمل اللقطة بس اللي هو محتاجها. تمام، والتفاصيل اللي جوه اللي هتاخد وقت دي ممكن ما ادخلهاش، يعني هو مثلا عايز يعمل فيديو دلوقتي، ولو المشروع قرص عليه هيبدا يخش في تفصيل، فعايز يعمل فيديو بيلف حوالين الجزء اليمين من المبنى وهتمشي في الطرق، فانا هعمل الطرق واعمل الشكل الخارجي ومش هيخش في تفاصيل الغرف، لو انا دخلت في تفاصيل الغرف ده هيكلفه كتير. فلازم نعرف ان البيم ده مش حاجه اسمها هطبق البيم يبقى هي حاجه ثابته، لا فيها اجزاء كتير جدا. نشوف ايه اللي محتاجه، هل انت محتاج الديجيتال فابريكيشن، محتاج الانرجي اناليسيز، محتاج اللايتنج اناليسيز، محتاج سايت اناليسيز، كل الحاجات دي ممكن نشوف ايه اللي احنا محتاجينه بحيث ان احنا نبقى مركزين على جزء معين.